سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم انا عمل الشماع. اول حاجه ها هو دوبته، انا دوت الشماعه وكل شيء ديالها. ها انتم شفتوا ديك الشعرات ديالها او الفتيله، ودابا انا عامله في هاد الطاسه هادي صغيره اللي نتوما كتشوفوها. وانا عامله في هاد البواطه هادي، انا غنوريها لكم حيت بواحد اليد كنصور. ها هو صافي، غنكتفي بهاد القدر هذا. سخنت، شريت هذا ديال الحديد وعملت فيه الشمع، وبقاو لي هاد الفتيلات هادو غنزولو. وعملت هادي صغيره. انا غنعمل ثلاثه ديال الاحجام. الحجم هذا يجي الطوله ديالو كنظن اكثر من 15 ديال السنتيم، والثانيه غتجي 10 ديال السنتيم، وهي اخرى غتجي ناقصه عليها. او هادي غنعمل 20 ديال السنتيم، هي اخرى 15، هي اخرى 10، كل وحده ناقصه على هي اخرى 5 ديال السنتيم. المهم كيبقاو ليله كامله هما كيبسو، كنتسناهم على الخطر ديالهم. وان شاء الله ملي غنجي غنفسخو غنعمل لكم فيديو اخر باش تشوفوا. بعد ما خليت ليله كامله، ها انا رجعت لكم. هايلا نقطع هادي هي الشمعة. غنقطع الراس ديالها، مخصنيش هادي. دابا شنو غنعمل؟ غنقوم بالتزيين ديالها. هنايا عندي ثلاثة ديال الأحجام الكبيرة، وعندي المواسطة، وهادي صغيرة مرة. انا بغيت شاهيه، المهم الفرد ديال السيليكون او مسدس الشمع راه طاح، غنشوف شنو وقع ونجي. ها هو نطفلو. جبت هذا الدونتيل هذا، وبغيت نعمل الشمعه بالدونتيل. كيفاش تجي الشمعه بالدونتيل؟ شاهيه نعمل الشمعه بالدونتيل على هذا الشكل هذا. يعني نقطع هاد القواس هادو ونعملهم في الوجه هكذا بهذه الطريقه هادي، ويجيو بهذا الشكل هذا. نقطع هاد القواس هادو كيفاش؟ هاد الدونتيل هذا جبرتو غير في السوق بثمن رخيص وشريته. هكذا غنقطعو باش ما نطولش عليكم الفيديو كيف ما العاده، ونقطع اللي عيقدني ونرجع لكم ان شاء الله. غنجي لهاد الحاشيه فين هاد الشمع هذا، فين هو الوجه ديال الدونتيل، وغنعملو بهاد الطريقه هادي. ها هي، ونحاول نلصق بشويه عليا وندور هكذا بهالطريقه هذه.
هنايا وصلت لاخر. شوفوا شنو غنعمل. هكذا قطعوا الحشية بشوية، وهنا غنخلي واحد المسافة هكذا ونقطعو. وهنايا لصقو كالعادة، هاهي غنجي للقاع ديالها. ها هو هيدا، وهنايا غنتكي هكذا، هيدا نخليها تبس واحد شويه. ودابا غنبدا في تزيين هاد بليست خاص بهاد الشميعات هادو. نجي لتحت لهنا ندور هاد ليست خاص هادو بمسدس الشمع هكذا. نبدا من الظهر وانا مشى هكذا. هيدا نجي لهنا، باقي واحد شويه ضروري خصني نزيدها، لان كيف ما قلت لكم انا كنبغي الحاجه تكون محوطه ومتقونه. ها هي عاودتها.